هنتكلم في الجزء ده عن الخامات والإضاءة في السين الأولانية. هو عامة أنا ممكن أعمل خامات والإضاءة على طول زي ما أنا عملتها في البروجكت، لكن أنا عايز أشارككم التجربة، نجرب ونشيل ونحط ونجرب عشان نوصل للإضاءة اللي اتعملت في الآخر. يمكن الأسلوب ده البعض بيراه متعب بالنسبة له وعايز ياخد المعلومة بسرعة وخلاص، والبعض الآخر ويمكن ده الأغلبية بيبقى عايز يجرب عايز يعرف. ممكن التكنيك اللي ما ينجحش معانا هنا يبقى أضاف لك أنت معلومة جديدة هتستخدمها في مشروع تاني، وكده كده أنت هتعرف اللي احنا استخدمناه في الآخر. ممكن نعمل أكتر من إضاءة، ممكن نعمل إضاءة عادية خالص، هنروح نشيل بس المسقط بتاع الكاميرا. وعلى فكرة يعني لو انت في مسقط الكاميرا وانا عامل سيلكت على ده، شلت انت مسقط الكاميرا وفجأة ما لقيتش السين قدامك بالمنظر ده كده وما انتش عارف تجيبها، اضغط حرف الاو من الكيبورد عشان بيعمل لك فريم للسيلكتد اوبجكت، او بيجيب لك السيلكتد اوبجكت بيحطه لك قدامك في السين. شورت كات على فكرة مهمة قوي ويا ريت تخلوا بالكم منه، لان ساعات بتيجي بتروح لمسقط تاني غير الكاميرا بتلاقي السين ما هياش قدامك، ما تبقاش عارف هي يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت. سيلكت اي اوبجكت وضغط حرف الاو هيعمل لك فريم للسيلكتد اوبجكت. ممكن بمنتهى البساطه ان انا احط كذا نوع من الاضاءه، ممكن ان انا احط سبوت لايت بالمنظر ده بحيث يضيء لي المشهد من قدام خلاص ومن ورا بالشكل ده كده، اوسع السبوت لايت بالمنظر ده. البارامتر الاساسي في السبوت لايت هو الروتيشن، حاجة بالمنظر ده كده، ممكن اشده لتحت واعمل له روتيت تاني تمام، فيديني الاضاءة بالشكل ده كده. لو رجعت المسقط الكاميرا عملت ريندر هلاقي اضاءة لا بأس بيها، لكن اعتقد ان هيبقى ليها عيب هنا. لا ملهاش عيب والله، يعني اضاءة لا بأس بيها. ممكن ان احنا ناخد اللايت ده ونعمل منه دوبلكيت وناخده لفوق ونعمل له روتيت عشان يعمل لي للمشهد ككل. لو رجعت للكاميرا عملنا ريندر هلاقيها بالمنظر ده تمام بالشكل ده كده. لكن طبعا اللايت ده عايز اروح للجنرال بتاعه واقول له مش عايز سبيكولرز عشان ما يديليش لمعان. ادي طريقة. الطريقة التانية ان انا ممكن استخدم جلوبال الومينيشن، يعني ممكن اروح احط سكاي كليك يمين كومبوزيتنج واقول له سين باي كاميرا لا، وجاي رايح افكتس جلوبال الومينيشن، وطبعا جلوبال الومينيشن هروح لانتي اليسنج واقول له بيست خليها بلند زي ما عملنا المرة اللي فاتت خلي 4 في 4 ما عندناش حاجات كتيرة قوي، ونعمل ريندر نسيت في الجلوبال الومينيشن بس لمجرد الوقت مش اكتر، اعمل لو وارجع اعمل ريندر تاني هلاقيها بالمنظر ده، وممكن اقوم مطلع على طول ريندرينج او احط خامات انعكاس على السكاي واطلع الشغل بتاعي. دي طريقة تانية. الطريقة التالتة ان انا ممكن اعمل ال 3 بوينت لايت. ال 3 بوينت لايت ده نظام اضاءة بيعتمد على 3 سبوت لايت او 3 اومني لايت، هو بيبقى عبارة عن 3
اضاءات، كل اضاءه ليها وظيفه معينه. النوع الاولاني من او الاضاءه الاولانيه هنسميها او هنعمل ليها اومني لايت. الاومني لايت ده هنسميه الباك لايت. كل وظيفه الباك لايت ان هو بيعمل لي اضاءه للخلفيه بتاعه السين بتاعتي، هو دي وظيفته فقط لا غير. طبعا ممكن اعمل كذا واحده لان انا عندي السين هنا كبيره شويه، هعمل الاثنين دول تمام، بحيث يبقى ده هو الباك لايت بتاعي، انا عايزه بس ينور الخلفيه مش اكتر. الاثنين دول المفروض، او الباك لايت حاول تخلي لونه واخد حاجه من او وورم كولر، يعني ياخد مش ابيض قوي، ياخد لون مصفر شويه تمام. والاضاءه بتاعته على حسب، غالبا هتبقى 100 او 90%. نفس القصة في اللايت التاني، اخده كده برضو واخده كده، وبرضو تبقى الاضاءة بتاعه بتاع 90%، حاجة بالشكل ده كده ينور لي بس الخلفية بتاعت. طبعا انا عامل جلوبال الومنيشن لكن هشيله، فبس برضو نشوف الرندر بيه شكله عامل ازاي. اعتقد ان انا هشيله عشان نشوف الاضاءة لوحدها بدون الاعتماد على الجلوبال الومنيشن. كده الاضاءة بتاعي مظبوطة، منور لي بس الباك بتاع الاوبجكت بتاعي ده كده الباك لايت. طيب الباك لايت هقوم اعمل له الت جي ونسمي ده باك لايت. عندي بعد كده النوع التاني اللي هو الكي لايت. الكي لايت، الكي لايت هو الإضاءة الأساسية اللي بتبين لي أو اللي بتنور لي الجسم بتاعي من قدام. طيب نرجع كده، هحط الكي لايت ده عبارة، هحطه عن عبارة عن سبوت لايت مش أومني لايت، بحيث يوفر لي سموز لايتنج. هاخده كده مثلا، ارفعه فوق، اخد الورا، طبعا هو بيبقى بعيد شوية عشان يديني اكبر حجم من الاضاءة. ممكن كده مثلا والفه كده بحيث يبقى في اتجاه السين بتاعي، اوسع دايرة الاضاءة بتاعته تمام بالمنظر ده كده. ممكن ارفعه فوق وارجعه ورا، ممكن اديله روتيشن بسيط لو انا عايز اغير اتجاه الاضاءة بتاعه. ده هنسميه الكي لايت. بالشكل ده لو احنا رحنا لمسقط الكاميرا مرة تانية وجينا نعمل ريندر هنلاقي الاضاءة متوازنة جدا بالمنظر. فاضل حاجة واحدة عشان تدي الفاينل لوك. طبعا ممكن الاضاءتين دول خلاص نخليهم رايحين الازرق، باعتبار ان الكالر تون بتاع البرنامج بتاعنا اسف بتاع الديزاين بتاعنا هيبقى واخد اللون الازرق. ممكن او مش ممكن ناخد الكي لايت ده كده مظبوط ابيض، ناخد سبوت لايت كمان. السبوت لايت ده هيبقى اللي هيدي الكالر تون النهائي للديزاين بتاعنا. ده بتخليه في اتجاه الكاميرا او في الاتجاه اللي الكاميرا شايفه منه الديزاين بتاعك تمام بالمنظر ده كده. طبعا يفضل بقى ان احنا نروح للمساقط
العادية دي تمام، ونفتح الإضاءة كده ونزود كده ونعمله كده تمام، بحيث يدي الكالر تون بتاعنا. طبعا هو كده قوي قوي، طبعا الضوء ده مش هيبقى بالمنظر ده، هو اولا ده اضاءته هتبقى حاجة قليلة جدا بتاع 30% 40% تمام بالمنظر ده كده. طبعا ممكن ده او ممكن انا شايف ان اللايت اللايتس دي اعتقد تقل او ده يقل شوية كده، طالما في اتنين في اللايت ممكن نقسم والله على اتنين، يعني هو 100% ممكن يبقى ده 60 وده مثلا هو كمان بتاع 60 ونعمل كده، هنلاقي الاضاءة بتاعتنا متوازنة وتمام مفيش فيها اي مشاكل. اللايت ده كمان ممكن نخليه على يعني سنة ازرق بحيث ما يبقاش ابيض ابيض ناصع. ده كده بالنسبة لتكنيك الاضاءة اللي احنا هنستخدمه. ممكن نجرب مع ده ان احنا طبعا هناخد بقى الاتنين دول او التلاتة دول Alt G ونقول له 3P light او 3 point light. ناخد بعد كده تجربة ان احنا مش شرط بقى نحط سكاي، تعال نجرب جلوبال الومنيشن ونشوف هل مظبوط ولا مش مظبوط، او هيديني حاجة مظبوطة ولا مش مظبوطة، او تعالوا نرندر في البيكتشر فيور بحيث نقدر نعمل مقارنة، يعني في البيكتشر فيور اقدر اعمل مقارنة بين ده تمام. ادي اول واحدة بالجلوبال الومنيشن والتانية هتبقى من غير الجلوبال الومنيشن. لو رحنا لدي هو انا اعتقد ان دي احسن بدون الجلوبال الومنيشن، او ممكن نعمل جلوبال الومنيشن ونروح للجنرال وخلي كيو ام سي وخلي البرايمري انتنسيتي ب50 بحيث ان هو ما يديليش اضاءة عالية او تبوظ لي المشهد بتاعي او تفتح الاضاءة قوي في المشهد بتاعي. هو مجرد ما يعمل اول رندر هنروح نقارن على طول بين دي وبين الصورة الاولانية اللي هي دي، اعتقد دي كويسة مفيش فيها اي مشاكل. بالاضافة ان انا ممكن اعمل شادو على الباك لايتس. لو انا خدت الباك لايتس خلاص ورحت قلت له سوفت شادو وجيت عملت رندر خلاص واشوف، والله انا لو انا مش عايز اتضل ناحية الكاميرا والله كويس، هو اداني هنا ادي الشادوز الدهالي في الحتة دي، ممكن انا مش عايزها او مش عايز الشادوز في الحتة دي، ممكن اروح ممكن مين يديني شادوز، ممكن الكي لايت على اعتبار ان الكي لايت تقريبا في الناحية او على شمال الكاميرا فيبقى الظل بتاعه مرمي ورا الكلمة دي، هنشوف. مظبوطة، هو اداني ده اللي انا عايزه، الحتة دي هي اللي انا عايزه. كده احنا اتكلمنا في اضاءة السين او اضاءة المشهد بتاعي عن طريق تكنيك ال 3 point lights. في الجزء اللي بعده ان شاء الله هنتكلم على الخامات الخاصة بالمشهد وازاي نعمل الريفليكشن مابس.